ولتسليط الضوء على مستجدات الرياضة في السعودية تحديدا، ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الرياض محمد العنزي الناقد الرياضي. سيد محمد، كيف استقبل الشارع الرياضي السعودي هذه التعديلات التي وصفت بالتاريخية في تاريخ الرياضة السعودية، خاصة أننا استمعنا لبعض الآراء في التقرير السابق، ولكن من منظورك أنت ومتابع للشأن السعودي الرياضي؟ مساء الخير ابتسام، مساء الخير لمشاهدينك ومشاهداتك الكرام، والعودة أحمدا لبرنامجكم الجميل. الحقيقة أنه التغييرات كانت مطلب مهم وضروري وملح من الشارع الرياضي السعودي منذ سنوات، وهناك مطالب كثيرة لهذه التغييرات. الآن حدثت هذه التغييرات وشاهدنا أنه هناك انقسام بين ارتياح تام لهذه التغييرات وبين من يشكك بالأسماء الجديدة التي صعدت، هي ليست ببعيدة عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب إن صح التعبير، هي كانت الصف الثاني أو الصف الثاني في الرئاسة. الأسماء التي ابتعدت ابتسام، حقيقة الإعلام الرياضي تجاوز معها كثيرا، وصفها في سنوات مضت بوصف لا يليق، وصف كان يصل إلى حد أن يقال الديناصورات. الآن ابتعدوا، نقدم لهم كل الشكر على ما قدموا، على سنوات عمرهم الطويلة التي قضوها لخدمة الرياضة السعودية. من الظلم، الآن شاهدنا بعض التقارير الإعلامية في الصحافة السعودية أن تتحدث عن تشاؤم وعدم تفاؤل في الأسماء التي تم وضعها مؤخرا. من الظلم الحكم عليهم، يجب إعطائهم مساحة كبيرة للعمل، يجب إعطائهم فرصة ومن ثم محاكمتهم. يعني حنا دائما، أو هذه التغييرات أثبتت أن الشارع الرياضي السعودي بين قوسين ابتسام ما له حل. يعني أنتم تطالبون في تغيير، الآن حدث التغيير، يجب أن نصبر على هذا التغيير لنرى نتائجه، يجب أن نعطي فرصة كبيرة. حقيقة الرئاسة العامة بمقام الأمير نواف بن فيصل، أعتقد أنه همها تطوير الرياضة، همها تقديم عمل رياضي جميل واحترافي. نعم. الآن بدأوا خطوات التغيير، لنقف معهم ولننتظر النتائج ومن ثم نقيمها ونوازي بين السلبيات والإيجابيات. نعم محمد، يعني قلت في البداية هناك مطالب كثيرة وهناك ارتياح وأيضا تشكيك. في البداية و قبل كل شيء، يعني أي موضوع جديد وأي خطوة جديدة سواء كانت في عالم الرياضة أو سواها، يعني سيكون هناك تشكيك وهناك ارتياح، هناك يعني إيجاب وهناك سلب. هذه التغييرات هل ستنعكس بشكل عام، يعني نتكلم بشكل عام وقبل الحكم والدخول في يعني عمق الموضوع، هل ستنعكس إيجابا على المنتخب السعودي، خاصة أن المنتخب السعودي أو الفرق السعودية يعني هناك معاناة نوعا ما في يعني مردودها الرياضي، في نتائجها أيضا سواء كانت إيجابية أو سلبية، والجميع متفق على ذلك، هل هناك تفاؤل بهذه التغييرات؟ نعم، هذه التغييرات ابتسام ليست للمنتخب السعودي فحسب، هي للرياضة السعودية بالمجمل بمعناها الشامل. طبعاً. أعتقد أنه هناك تفاؤل كبير، أعتقد أنه التغيير أياً كان هذا التغيير عبارة عن ضخ دماء جديدة، عبارة عن يعني حينما تقضي أسماء طويلة سنوات كثيرة في هذا المجال، ربما تشبعت، ربما الحماس خف وقل عن السابق، فبالتالي إتاحة الفرصة دائما لأسماء جديدة أن تقدم وتسير بهذه العربة إلى الأمام مطلب ضروري ومهم. أنا متفائل مع هذا التغيير، متفائل أنه المرحلة القادمة إن شاء الله ستكون بصالح الرياضة السعودية بشكل عام والكرة السعودية بشكل خاص. طيب محمد، يعني مع جرعة الصبر، لو سمحتي لي ابتسام، في نقطة أثارها التقرير، يعني الشارع الرياضي ابتسام أو الجمهور الرياضي بمعنى أصح، حقيقة يتحدثون عن آلية، وهذا المطلب، هي التغيير نعم مطلب والأسماء مطلب أنه تتغير، ولكن برضو هذه النقطة الجميلة والواعية من الجمهور الرياضي أنه الآلية هي المحك الرئيسي، فيجب أن تكون الآلية بحجم هذه التغييرات. طيب محمد، كنت أريد أن أقول لك، يعني أنت يعني متفائل ولا تريد أن تحكم مسبقا وتريد إعطاء فرصة، ما زلنا نتحدث في هذا الموضوع ونتمنى أن تكون كل هذه التغييرات تقود الأمور الرياضية يعني الأوضاع الرياضية في المملكة العربية السعودية إلى بر الأمان إذا صح التعبير.